السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يسرا وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال أرقى الأماكن وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا. المهم حاولت ما نغبرش عليكم بزاف، كانت المدة هي شهر، هذه راه ما كتزوش حنة بعد للتنويه فقط. وما غبرتش عليكم شهر كامل، انما كنت كنحط لكم فيديوهات اللي هما قصارين، يعني ما كتسماش غبره اسطوريه بحال اللي كنت كنعمل 5 شهور 6 شهور. حاجه البنات غنعلمكم واحد الحويجات صغارين اللي غيتبدلوا في هذه القناه هذه من بعد لكم فيديو. وقبل بعد ما نبدا الفيديو ديالنا ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي كاين تحت الفيديو، تفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديو ديالي كاملين، تخليوا لايك وتخليوا شي تعليق مزيون بحال وجهكم، وواحد شويه ماشي ما كاينشي فيه واحد شويه وجه العذاب، بارطاجيو فيديو مع صحابكم اذا عجبكم طبعا، الا ما عجبكمش بارطاجيو باش تعذبوا تاهم يتفرجوا كنضحك معاكم. البنات الهضره ديالي غنحاول نتقل الهضره ديالي واحد شويه باش يفهموني كاملين، حيت انا عارفه بلي كنهضر بالزربه والمغاربه ديالنا ماشي كاملين كيفهموني، ولكن انا الهضره ديالي نتوما ما كتفهموهاش، انا عارفهكم نتوما ما كتفهموهاش، فانا غنحاول نهضر سلاولي غنحاول نهضر ببطء واحد شويش، وبلاص ما ندخل شي مصطلح تو عارفين البليديه كتعاملوا شحال مره فسرت لكم ان في الهضره ديالي كندخل اما مصطلح فرنسي اما مصطلح بلونجلي، هي غير بلي وصافي زعما ماشي كنعملها بالعاني ولا حيت انا كنهضر هكذا، بلاص ما ندخل ديك المصطلحات هذوك عم ندخل مصطلحات باللغه العربيه الفصحى باش كلشي يفهم. صافي ودابا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. شنو عندنا في الفيديو ديالنا؟ شنو عندنا في هاد الصاشيه؟ عندي نعمل تجربة ديال المأكولات ولا سناكات الصينية، وانتم عارفين ملي كنقول الصينية ماذا يتبادر إلى ذهنكم؟ ياب هادشي اللي كتفكروا فيه كامل يقول أنا كنفكر فيه وهو اللي كاين معنا اليوم. المهم واحد صديقة من انستغرام مزوجة في الصين وكانت مجة وقلت لها عافاك جيب لي معك شي أشياءات اللي نقدر نجربهم سناكات صينية وكذا، الغريبة طبعا انتم عارفين ملي كنقول الصين راه كلشي عارف شنو كاين، فغنجربوها إن شاء الله تعالى اليوم مع بعضيتنا. يلا الحاجة غنكتشفو شنو كاين في الكيس ياكو ومن بعد ذوقو. الحمد لله كل حاجة مع بعضيتها، غنحاول نعطيكم المذاق المتقارب ليه. فهمتوا كيفاش هذا كبير كاينين في الأشياء، فغنبداو نكتشف الأشياء اللي عندنا هنايا. أول حاجة عندنا هذا وقيلا اللي معروف لاطيو، باقي لحد الساعة متأكداش واش هو لاطيو ولا لا. ثاني حاجة عندنا غنهز بشكل عشوائي، ثاني حاجة عندنا هذا البنات اللي هو كراب، هذا كراب باش عرفتو مكتوب هنايا، ولكن أنا ديجا سبق لي شفت فيديو ديالو، كراب مجفف ولا مهم كراب شنو هو معرفتش. هنايا في هاد الكيس هذا البنات عندنا الخضرة والفواكه، يعني عندنا خضرة وفواكه باش بيهم مجففين، مجففين. عندنا هنايا ماسك ديال الوجه، عندنا هنايا اوسي ماسك ديال الوجه، عندنا هنايا هادو اللي معرفتي دابا ان شاء الله تعالى. كتبان لي واحد الفاكهة هنايا، ففي احتمال تكون يا اما الفطيرات ديك الفاكهة اولا تكون ولا تكون مرتديلا ما عرفاش بالضبط، ولكن غنعملو دخل ديك السيولات شي هذا بالتليفون وغنشوفو ان شاء الله تعالى شنو هي كل حاجة. و عاود عندنا هاد الاشياء اللي ما عرفاش شنو هي، عندنا هاد الاشياء تادي ما عرفاش شنو هي، وعندنا المعروف ولا يعرف اقدام الدجاج اللي معروفه بزاف في الدول الاسيويه. انا متاكده بلي سبق لكم شفتوا ملايين الفيديوهات وهما كياكلوهم هادي ما كتزولش، انا قنطاني عرفتوا بعضكم قنطاك، شفنا ملايين الفيديوهات اولا في المسلسلات ولا في الدراما ولا ديك الشيء كامل كياكلوهم، ف انه انا معروفين. عندنا هنايا الاصفر البيض مخلل بجوج ديال النكهات فهمتوني، وماشي البيضة الدجاج وقيلا البيضة شني اسمه كيسا نشوفكو شني اسمه كيسا نعملو دخل ديك شويه هادشي هذا كامل باش نعرفوه. عندنا مخلل السمك باين تعجبها باينة صراحة باينين حتى مرسومه هنايا، المهم رانا ما عنديش الصوت كنتمنى تكونو كتسمعوني بشكل واضح، وباقا ان شاء الله تعالى غنشري الميكرو فنعملو تحسينات في القناة كما عاملين تحسين دابا، التليفون منزل معوض كنظن 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 كنظن. عندنا هنايا السوريمي ولكن ماشي العادي ديالنا، هدايا متبل عندو كلشي متبل، المشكلة التتبيلة كاملة كتكون عندهم نفسها. عندنا هنايا السمك مجفف، عندنا هنايا نفس الشي ديال القبيلاتي اللي هو منعرفش شنو، بس والله هادشي اللي عندنا. دابا غندوزو باش نعدو دخل ديكسيون
لكل شيء هذا كامل على الانتروداكسيون باش ملي نكون كناكلو ولا كندوقهم نعرف نقول لكم شنو هما. بالنسبه للبنات غيجيو بزاف ديال البنات يقولوا لي شحال له شحال. صديقه ديالي الزوج ديالها مسلم وهي مسلمه طبعا عربيه مغربيه اصلا طاجاويه فتاكدت لي من كل شيء يعني انا ناكلهم بشكل مرتاح هي تاكدت لي بقشت وجابت لي الاشياء كانوا بزاف الحاجات اللي خاصها تجيبوا لي ولكن ما جبرتهمش يحلالي فجابت لي الاشياء اللي جبرت فيهم الحاجات يعني جبرت فيهم الحاجات حلالي. ف كنا اول حاجه البنات غنبداو بها هي هذا اكبر حاجه كاينه في الكيس وهو اللي في الماء كنحاول نمسح شي حاجه ولا شي حاجه كيبان لي هو اللي هو لاطي واللي هو عباره على العجين ديال الروز مع شي توابل وشي اشياء. هو هذا اول حاجه غنجربوها ودابا غنخلي لكم هنايا في الجنب واحد الفيديو ديالو هو كيفاش عامل من الداخل وكيفاش المنظر. انا متاكده بلي هذايا شفتوه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي حيت اي ابليكاسيون كنحلوها كنجبروا صينيين يا اما كيدبزوا عليها ولا كيعملوا ديك الحلوى ديال البقاله الصينيه المشهوره. فهو هذا كنتمنى يكون هو هذا حيت انايا على اساس انني عارفه بلي هو هذا ولكن يقدر يكون شي هو باش نعملوا التذوق على اكمل وجهين 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 وجهين. المهم راه ما صدقتش بحال يعني اللي كنت انا كنت كنقول يكونوا الفرق جد الدجاج وعقلي عيطر من مطعم صدق هذا. بسم الله كما توقعت بالضبط البنات هو عباره عن عجين ديال الروز قاطع بحال مثلا شبرت في السفنج سفنج وغطسو في المرق وكليتو نفس الشيء والمذاق ديالو مزيان في الحلاوه في الملوحه والحار. المشكل الواحد اللي عندهم هو في الزيت بزاف شوفوا فاز الزيت بواحد الطريقه ماشي عاديه. الحاجه الثانيه هي هذه الفواكه المجففه دزت لي لا نيشان نقول لكم هذا السبب اللي خلاني ننتقل مباشره لهذه مع اللعب. انا كاين الحوايج اللي قبل منها هو انني هاد البنان كتوقع يكون مزيون بزاف باش نبقى نبدل به المذاق الدغمي حيت المذاق الدغمي كيبقى بين كيش الصين مع اختراعاتها كاملين ما سهلاش لا سهله انا اللي غادي ابدا كاين المانغ كاين البنان كاين اصبح البنان مذاق البنان ماشي قوي ماشي قوي ولكن مزونه شوف هذا مانغا مقطعه كحلين هذا ما فيهش معرفتش شنو هذا شنو هذا الفطر الاسود المجفف كلشي كيقول لها مزيون فالما تقبيه واعر. هذا البنات وقيلا دراغون فروت دراغون فروت الفاكهه التيني شنو ديرو صحاب لي بربيان يا بنات الباميه ياكو ما عرفتش شنو كنقول احنا كينا عجبني عجبني البان دوزو اكثر حاجه خايفه انا منها بزاف شوي واش بزاف بزاف صراحه الله فليتس يلا يسرا كلشي وجه كلشي نفس الريحه نفس التتبيله كلشي 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 كامل الصبابع ديالي غير رجعوا قهويين بهاد الالوان السردين ولا شطون نوع من انواع السمك انا نو بسم الله بسم الله عجيت معايا الكاس ديالي شد الما باش نبقى بحال التون ولكن ماشي بحال التون راه جبت انا هاد التجبيب هو بحال التون ولكن ملي كتبقى تفطر كيطلق ديك المناخ بنفس العطريه ديالو يعني كاملين نفس الشيء فا نسيت ما عملتكمش التقييم هذا كنعطي له 5 من 10 1 من 10 واحد عيط حيت سافرتي وجيتي معذب عنا تا المغرب باطو السوكس الهادي متحمسه ليا بزاف ولكن جوج د الحاجات غريبين مرمر بعطيتهم كنظن
الله يصلح كان عليا نجرب شي حاجه مزيونه، شي حاجه مزيونه. حوته 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 كامله مكمله تما عندهم مجموعه. شوفوا بالشوك ديالها بشي اسمها ديالها صراحه. ها ندوق حيت انا مجبره ندوق حيت عملت فيديو واش ندوق. هذه بنات مزيونه سردينه مقليه يعني شي فيها المذاق السردين المقلي بلا ما تسقسي لي كيفاش ولكن فيها المذاق السردين المقلي ولكن مزيون يعني تؤكل. التقييم ديالها 4/10 4/10 حيت ما قلت لكم تؤكل. غنمشي للكراب حيت متاكده غيعجبني، الا ما عجبنيش الكراب غيكون فيها الديس. تقدر تكون فيها شي حاجه اصلا خاصها طيب وانا كليت خضره عادي. بسم الله واخا حلو عالم كلشي زايدين فيه السكر، سكر في كلشي حلو. 8/10 عرفتي هادي واش تالت حاجة ولا رابع حاجة ولا خامس حاجة مش هادي الترتيب، ولكن ما يجي كران قيس مرة ما تقدق ميرجع خراويط. أنا هي الريحة طبعا نفس الريحة نفسها كي معرفتش هذا واش كيطيبو بيه. المهم هما نورمال مصنع كاسين كما كيتكلم. تحت التقييم تحت الصفر سلبي، تقييمه سلبي ناقص 10/10 خاصة لي مذاق الدوق مكثر ماما خاصة. بنات أقدم الدجاج ما غندوقهمش حيت سبق لي دقت من البارح فيديو، أنا أخليكم مع طريف فيديو قيسها في البارح كيف ما شفتو كان نورمال وعادي وديكشي كامل، ولكن التقييم ديالو هو واحد حيت رجعنا ضيافة من الصين لهنا. غندوقو الكراب ديالهم عندي تخيلوا معايا كاملين ملي كنقول لكم كاملين دوستنا نفس المذاق، ماشي نفس ماشي نفس المذاق استغفر الله نفس العطريه سوريمي ديالهم سوريمي عمر بديك العطريه كيقولوا عبد القادر مسعو سوريمي بديك العطريه. زبنا هادي عامله بحال 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 تيزارت مجفف. شنو تيزار؟ هو التوت، التوت مجفف شكل مزيونه. فيها المذاق ديال الزبيب، المذاق ديال الزبيب 8/10 حتى هي بحال بحال الفواكه المجففه بزاف. بيضات البنات بيضة ديالنا يما ديالنا هما كيعجبوني كيشعل على هادو الله اعلم. انا رجعت رجع مال حبيبي اسمع نفس الريحة واكواك على الحق نفس الريحة nothing special ولا مميز شي وحدة فيهم نفس الريحة كامل. شنو هادي تاع واش ما يخمجوشي؟ نفس الريحة هادي واش ما يخمجوشي؟ حلو هادي حلو هادي الخاب حلو هادي لهم ديك الشيء ديال
ما ضغط بيضه موليه. شنو هذه؟ باقي هذه، باقي هذه ما عجرهم شي حيت لا يؤكل، هذه لا يؤكل. ربي يسمح لي. ما البنات تالينا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال تجربه سناكات الاسيويه اللي ما غاديش نعاودها، نقدر نعاودها حيت انا توبي ما بتوب. فكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، تعجبكم الفيديو خليوا لايك، خليوا رايكم في التعليقات على سناكات، وقولوا لي انتم سبق لكم ذقتوهم ولا ما ذقتوهمشي، وشنو هي الحاجه اللي سبق لكم ذقتوها. وخصكم تعرفوا ان الاثمنه ديالهم غاليين بزاف هنايا عندنا في المغرب، فإلا شفتوهم بلا ما تشريوهم راه عطيتكم الراي، راه عطيتكم. فنتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. I love you so much. باي.